اهلا بحضراتكم من جديد. ما تخافش على الاهلي، طول ما الاهلي وراه وجواه رموز بتحبه وبتعشقه وبتخلص له وبتتفانى في حبه وخدمته. ما تخافش على الاهلي، طول ما الاهلي صفه انكار الذات وصفه تقديم النادي على كل المصالح وفكره تعظيم قيمه الاهلي على اي اعتبار ووضع مصلحه الاهلي فوق الجميع من ابنائه، ما تخافش على الاهلي.